نبتدي على طول كالمعتاد بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس في قصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية. واستعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد التوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها. خلال هذا الاجتماع وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابع ليها، وبكده يكون عدد الكنائس والمباني التابعة ليها اللي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابع ليها. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية. واستعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. خلال اللقاء عرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية للقطاع لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. تناول اللقاء أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة. امبارح قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للشيخ محمد صباح السالم الصباح على صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيس لمجلس وزراء دولة الكويت. وأكد رئيس الوزراء تطلعه للتعاون مع الشيخ محمد صباح السالم الصباح نحو دعم العلاقات التاريخية والأخوية اللي بتجمع الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق بينهم لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية. كما قدم له الدعوة لزيارة مصر في الفترة القادمة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل. خلال الاجتماع تم استعراض جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيراً إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، ده إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة ليها، وتم استعراض نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية اللي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع ليها. ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابع، وبكده يبلغ عدد الكنائس والمباني اللي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابع. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات. وأشار مدبولي إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات اللي بتصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الأولية لأكثر من 9 مليون ضيف. وأكد الدكتور مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر اللي بيحصلوا عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
بالنسبة للأخبار المحافظات، في الأليوبية تم إطلاق مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار في مستشفى كفر شكر. أما في محافظة سوهاج فتم تنظيم معرض دكان الفرحة وبيوفر 30,000 قطعة ملابس جديدة للأسر الأولى بالرعاية. أما بقى في كفر الشيخ هيتم فصل النهاردة الكهرباء عن 4 مناطق بمدينة بيلة بسبب أعمال الصيانة. وفي الغربية تم توزيع طن لحوم على 500 أسرة من الأولى بالرعاية. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الأليوبية أعلنت مستشفى كفر شكر التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن إطلاق المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار وتوفير كل الخدمات بالمجان في العمليات الجراحية، وبتشمل جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك. في سوهاج افتتحت المحافظة معرض حملة كساء ضمن مبادرة دكان الفرحة اللي بتوفر 30,000 قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، وبيحرص المعرض على جودة الملابس المعروضة بيه اللي بتناسب مختلف الأعمار بالأسرة، وبيستمر لمدة 3 أيام. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي توقف 8 محطات مياه نتيجة بدء السد الشتوية، وتم توفير سيارات مياه شرب نقية لتلك المناطق خلال هذه الفترة. في كفر الشيخ أعلنت هندسة كهرباء بيلة فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلة اليوم من الساعة 9 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، وده لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المجزر الآلي، وبتشمل المناطق اللي بيتم فصل التيار الكهربائي عنها السلام، مصطفى شعيشع، الصياد، وأم عيسى. في الغربية شهدت مديرية التضامن الاجتماعي تنظيم احتفالات لتوزيع 1000 كيلو لحوم مجاناً بمطرانية العذراء مريم بالمحلة الكبرى وكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا وكنيسة الشهيدة رفقة بقرية صنباط مركز زفتة وكنيسة العذراء مريم بقرية كفر سليمان مركز السنطة، وده في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والإدخال روح البهجة على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية. في الإسكندرية انتهت إدارة الحدائق بحي المنتزه أول من تطوير الحديقة البحرية بدوران جيهان بعد انتهاء أعمال شركة الغاز بالمثلث البحري والتنسيق بين شركة الغاز وإدارة الحدائق عن طريق إدارة المتابعة الميدانية بالحي، وجرى استكمال أعمال التطوير من رفع كفاءة وتخطيط الحديقة وإعادة زراعتها من جديد لتمثل شكل حضاري وبيئي بنطاق الحي. في المنوفية أصدرت المحافظة قرار بشأن تخصيص مبنى مقر حي غرب شبين الكوم القديم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، وده بهدف استغلاله في إقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.